كابتن علاء، المشوار الكوره، وخاصه انت بتقول وجمله انا بحبها جدا، استمتعت وانا بلعب في نادي المقاولين. استمتعك من خلال لعبت دوري وخدت دوري، من خلال بطولات. لعبنا افريقيا وخدنا افريقيا وسافرنا، ويمكن الفرقه الوحيده اللي كانت في مصر بتلعب في افريقيا. كنا بنسافر عن طريق اوروبا، سافرنا اوروبا، وكنا بنطلع من اوروبا على افريقيا ونرجع لاوروبا تاني. لا اتمتعنا وكان ساعتها عثمان بيه الله يرحمه كان هو رئيس النادي. مين كان المدير الفني كابتن ساعتها؟ كان مايكل ايفرت. ساكنا فتره، هي دي الفتره اللي خدنا فيها دوري وافريقيا فالفتره دي ده الفتره الذهبيه لنادي المقاولين العربي حقيقه. يعني دي هذه الفتره بنجومها بلعبتها باسمائها اللي ترج اللي كان الفتره دي زي ما حضرتك قلت، كل الاسماء كانت في الانديه كبيره جدا. كان الاسماء الفرقه جينا في وقت والله كان الفرقه اللي بتتعادل مع المقاولين العرب في ملعبها يقول لك احنا بنتعادل مع المقاولين العرب بيبقى مكسب بالنسبه لها. يعني ده حقيقه. فاحنا خدنا دوري من الاهلي والزمالك، وخدنا افريقيا، وخدنا كاس يعني. وحضرتك برضو كنت من الهدافين الاوائل، نقدر نقول عبر كل العصور، يعني اكتر من 50 هدف سمعنا التقرير. بحكم عدتهم بحكم بحكم مركزي. تمام. كان برضو عندنا الله يرحمه كان ناصر محمد علي، كان عندنا حمدي نوح، كان عندنا عبوده، كان عندنا نبيل ابراهيم، شيشيني. شيشيني في نص الملعب ما كانش هداف، بس كان بسم الله ما شاء الله تريحه اقول له بيوصلك بقى. يعني بيوصلك انت، يعني مش لازم هو يجيب جول بس بيوصلك. وبعدين كنا مميزين جدا 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 في اختيار المحترفين اللي ساعدوا نادي المقاولين العرب. ايوه. ساعه لما اتفتح باب الاحتراف النادي المقاولين العرب كان مميز، جاب ثلاثه منهم اثنين اعتقد ان هم من احسن لعيبه اللي جم في مصر. كان بيل انطوان طبعا حارس مرمى عظيم، وكان عبد الرزاق في نص الملعب، وكان اسماعيل ديفان. بس الاثنين دول كانوا عاليين قوي. ده على مستوى الافريقي، انت بتتكلم مش على مستوى المحترفين في مصر، ده كان على مستوى المنتخبات. يعني كنا مميزين في اختيار اللعيبه يعني. فكان يعني ساعتها بصراحه كان اقول لحضرتك حاجه، المهاجمين نادي المقاولين العرب علاء نبيل وعبوده وحمدي نوح وناصر محمد علي ونبيل ابراهيم لعيب بقى اقول لحضرتك دلوقتي بيلعبوا واحد لعيب بقى ثلاثه وقعدي بقى الباقي بالظبط. المشكله غير الاسماء الثقيله اللي في الفرق الثانيه. طبعا يعني بقول لحضرتك في فرقتنا كان بس الحته القدميه دي كان فيها مين؟ بس نص الملعب كان الشيشيني، وكان محمد رضوان، وكان عبد الرزاق، وكان محمد عمر. يعني وحتى على مستوى الدفاع كان في لعيبه، كان جمال سالم ونبيل عمار وزمزم وعلي شحاته لا فرقه لا جيل. ورغم عن كده خلي بالك جبت جون فيكم انت لما سندت عليا كده.